سامبلومون كي شغل فرد مونتاليتي فرد دي تراديسيون نوصل تما كي شغل الشرق اون توليكا حنا هما تاع الشرق خويا العزيز قريبه قريبه المعيشه نورمال تما ما كانش مسافات متباعده ما بيناتنا كي شغل طبقه متوسطه خويا العزيز على الاقل البنادم يكون عنده تحتو نقولوا 3 ملايين 3 ملايين حق لوتيل حق ترونسبور ماكله 3 جور 5 جور كي شغل دير تاع ما دريناش دير اون توريكا انا مرض ما دريناش بنا عنابه ننصحوا بها بيان سير وراه تروح الجي غاليه بيان سير الغرب الغرب كي بعيده ايه ناس كرا مع عنابه احنا تسمى عند بعضنا ارواح ومدينه عنابه تلمكم غير عنابه بور لو مومون الاجواء الصيفيه بسم الله ما شاء الله انا نشوفها بور لو مومون زادت الكثافه يعني الزوار زادت بور لو الامن متوفر الزوار يعني ما شاء الله انا بالنسبه لي الملاحظه اللي نشوف اللي ان عدد السواح الوافدين على المدينه هذه السنة أكثر من السنوات السابقة حتى الخدمات لاحظ فيها تحسن دليل على ذلك أن هذا الشاطئ أعيد ترميمه من جديد بحيث وفر بعض الراحة للمستقبل وكل الأمور عادية ما أراه بأن فيه تحسن بالنسبة فصل الصيف في هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة. جيت أنا ولا فاميلا سي مي نوفو جاب العنابة نحوس بهم حنا سي غادي اليوم واد بقرات اليوم خرجنا بالسهرة عائلية عندهم ياكلوا لي كخاب لي كخاب ومرحبا بكم في عنابة الباهية.